يعني لا القهوة عايزه بحب اعرف قوي لو اهلي النادي. وزمالك بيلعبوا في البيت هتعملوا ايه؟ لا ماتش ده احنا بتتفرجوا مع بعض؟ بنفرتك الدنيا. بتتفرجوا مع بعض فعلا؟ اه طب ليه بتتفرجوا في مع بعض؟ البيت، ما ينفعش وهو يفرش العلم على الليفنج وانا ليا لا جزء لا 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 وهو لا ليه جزء روحك رياضيه موت والبس يا مي. التيشيرت لا لا ده وهو بص يلبس بيعمل ايه، التيشيرت ده بيفرش لك العلم على جدا. الكرسي. وانا لو لقيت ان احنا مش موفقين يعني خسرانين يعني خش اعمل الاكل منتهى الادب ما تحصلش يعني نادرا نادرا الصراحه، نادرا نادرا الصراحه. ولكن فاكره في ماتش معين مثلا الموضوع قلب بخناقه بجد في البيت؟ لا ما بنتخانقش بصراحه، مش خناقه اللي هي خناقه متجوزين بس هو بيجي بقى ايه وبتاع اي استفزاز يعني طبعا. وانا ايه جود جيم، انتوا كنتوا كويسين جدا ولكن ولكن يعني انا مش كنت بتحب اصلا كده رياضه بتعملي اصلا رياضه بس لما انا بكسب ما فيش خلاص طبعا. طبعا انت لما بتكسبي وهو اكيد لما انت لما يعني فيش برضو عنده حته الروح الرياضيه دي مش موجوده. اوكي والله ده كتر خيرك، ده انت روحك رياضيه قوي. انا ما اعرفش الامور بشكل خفيف بقى يعني. يعني لو راكبه معاه العربيه هو بيسمع اغاني الزمالك، لا لو انا اللي موصله تليفوني فانا بشغل اغاني الاهلي، فمن هنا بقى الصراع مين اللي سايق عربيه مين، فاللي يشغل اللي في عربيته يشتغل على الشغل اللي هو عايزه. فانا بفتح بقعد اصور بقى طبعا يعني لا 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 ده كوميديا، لا لا روحها رياضيه قوي. ما شاء الله. عندك اولاد؟ لا ما عنديش اولاد. ما عنديش اولاد. ما تستعجليش ما تستعجليش كده كملي.